يوسف بكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمرين المغرب، أولا كنشكركم بزاف على الاستضافة وعلى فتح الحوار من أجل تنوير رأي العام بهذه المعطيات اللي كتهم قطاع التأمين. بالفعل فقطاع التأمين هذه سنوات كيتعرضوا عدد كبير من المستثمرين فيه من وسطاء ومستثمرين التأمين مجموعة من المتابعات القضائية بتهمة خيانة الأمانة من طرف شركة التأمين، واللي هو في الحقيقة ماشي من طرف شركة التأمين، من طرف واحد اللوبي الفساد اللي كيشتغل في هذه الشركات اللي الهدف ديالو مؤخرا منذ التطور النوع اللي كيعرفوا القطاع وحجم التنمية اللي كيوصل لها الوسطاء رقم معاملات 52 مليار ديال الدرهم، واللي ساهموا فيه الوسطاء والمستثمرين بشكل كبير في تقريب خدمات ديال التأمين المستهلك المغربي، وساهموا في تطوير منتوجات ديال عملية التأمين بطبيعة الحال في انسجاما مع التطور اللي كيعرفوا قطاع اقتصادي أو اقتصاد وطني. كنلقاو بالمقابل كاين الناس كيحاربوا التنمية من أجل مصالح شخصية، واللي ساهموا بتقديم معلومات مضللة أمام العدالة وتزوير الحقائق المعطيات عن طريق محامين ديال الفساد باش يساهموا في تدمير هاد الوسطاء والإغلاق ديالهم أو دفعهم بالقوة نحو الإفلاس من أجل استئطار بالثروة ديال هاد القطاع والاحتكار ديالها بين جوج مؤسسات كبرى فاعلين اقتصادي اللي هما شركة التأمين وشركة الأبنك دون غيرهم، ولو على حساب المستهلك المغربي ولو على حساب طرق غير مشروعة، واللي اليوم مؤسسات ديال السلطة القضائية على علم هذه المعطيات وعندها تقارير في هذا الاتجاه، لأن كما كتعرفوا فجمعية وسطاء التأمين قدمت السنة الفارطة تقرير شامل حول اختلالات وفساد قطاع التأمين وحددت بشكل موضوعي جميع الخروقات والمسؤولين عليها سواء كانت شركة وطنية أو شركة أجنبية أو أوجه المسؤولية ديال الهيئات الرقابية على القطاع. هذا من جانب الاختلالات اللي كيعاني منها قطاع التأمين اللي كما جاء في سؤالكم، فكما قلنا كاين التقرير ديال ابريل 2022 اللي قدم معطيات دقيقة وبالارقام والادلة على حجم التواطؤات اللي كيعرفها هذا القطاع وحجم الفساد اللي كيستشري في الهيئة الوصية على القطاع اللي هي هيئة مراقبة التأمين تحت الاجتماعي، اللي لقينا ان هاد الموظفين ديال هاد الهيئة كينصوا في مدونة الأخلاقية ديالهم أنهم من حقهم يحصلوا على رشوة، وهذا بموافقة ديال الرئيس ديالهم، وبأنهم الرئيس السابق اللي هو المدير الحالي ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو كان في حالة تلبس بحالة تنافي، لأنه كان في نفس الوقت رئيس ديال هيئة مراقبة التأمينات تحت الاجتماعي وفي نفس الوقت هو رئيس ديال شركة أجنبية جنوب إفريقيا اللي هي شركة الإفريقية لإعادة التأمين، وهذا ما يمكنش أن الإنسان كيمارس الرقابة كموظف ديال الدولة وفي نفس الوقت هو رئيس ومدير عام ديال شركة خاصة وكيتحصل على أموال من شركة خاصة، وبل أنه ربما كيسرب معطيات سرية ديال الدولة المغربية لهذه الشركات اللي هي أصلا عندها فرع في المغرب. يعني هذا كيبين لك واحد من أخطر أوجه الاختلالات في غفلة من الجميع. هذا الشيء قدمناه في التقرير وقدمناه للهيئة الرقابية، قدمناه المشكلة ديال المنافسة غير الشريفة، قدمنا التواطؤات اللي كاينين في السوق على الأسعار على العمولات على طريق التعويضات، يعني كنشوفوا اختلاط على جميع الجوانب في هذا القطاع بحال ما عندناش هيئة وصية رغم الإمكانيات المتوفرة لها سواء ماديا أو بشريا. فكنلقاو شركات التأمين ولات بحال قلتي كتحس بدون رقيب أو حاسيب فيما تقوم به رغم ما لدينا من تشريعات ومن هيئات رقابية من مجلس المنافسة، مجلس الحسابات، رئاسة النيابة العامة، برلمان، حكومة، أزيد هادو كلهم تعرض عليهم التقرير ومازال ما شفناش حجم التفاعل ديالهم إلا الاجتماع المؤخر اللي كان في رئاسة النيابة العامة واللي قدمنا فيه حجم الضرر المستمر على هذا القطاع وحجم التهديد اللي كيمثل بالنسبة للمستهلك المغربي أو بالنسبة للاقتصاد الوطني إذا استمرت الوضعية على حالها، واللي وعدونا أن هذا الأسبوع سيتم تحديد مآل التقرير ديالنا باش تفتح ليه الأبحاث والتحقيقات، لأنه دابا داز عليه سنة وأكثر من شهرين ومازال ما عرفناش المآل ديالو. بالنسبة الملف ديال التحقيق اللي فعلا اثار الاهتمام ديال الراي العام الوطني وقطاع التامين على الخصوص او القطاع البنكي الباني البنكي، فملف التحقيق ديال المدير العام ديال شركه الملكية المغربية للتامين هو ربما ملف تاخر كثير باش يتوقف عليه التحقيق، اللي هو احد الوكلاء ديال الملكية المغربية للتامين اللي رصد عدد كبير ديال الجرائم اللي قامت بها الشركه هذه من تزوير واحتيال امام القضاء في العشرات انما نقول
في العشرات من الملفات في عدد من المحاكم سواء في الدار البيضاء او في اكادير تجاريه او ابتدائيه اللي كتقدم فيه معطيات كاذبه من اجل دفع احد وكلاء الافلاس وسطو على المستحقات والتعويضات ديالو بواحد الطريقه يعني كتبين لك الواقع الوجه الحقيقي ديال التعامل ديال شركتي مع الشركاء ديالهم، فما بالك مع المستهلك المغربي. يعني هذا الشيء بحال ما كايناش محاسبه، بحال ما كايناش هيئه رقابيه، بحال ما كاينش مسؤولين في السلطه القضائيه اللي غيكتشفوا تلاعب في الاقوال وفي التصريحات، خصوصا ان هذا الشيء كيكون في وثائق رسميه. ملي كنقولوا احكام قضائيه، فالاحكام القضائيه كتعتبر في الدول المغربيه وثائق رسميه، والتزوير فيها يعرض للجنايات وهو باش مفتوح هذا الملف هذا. بل اخطر من ذلك ان كاين ملف اخر للتحال من محكمه ابتدائيه من طرف نفس الوكيل ضد رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره باكمله بخصوص ما قاموا به من غسل الاموال، بحيث ان هذه الشركه ديال الملكيه المغربيه للتامين اعطى نفسه استعتمام باش انه يروج عقود التامين مع وكاله البنكيه ديال البي ام سي او اللي هي تابعه للمجموعه ديالو فينوسكوم بدون سند قانوني، ويدخل اموال طائله ملايين الدراهم كل سنه ويروج على اساس انها اموال مشروعه. وبالمقابل جميع الوكلاء اللي كانوا على الملكيه تقريبا درنا دابا تحقيق لقوا ان اكثر من نصف عدد ديال 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 الوكلاء راه مشاو للسجون او تم افلاسهم بتواطؤ ما بين مسؤول الشؤون القانونيه اللي كاين عنده تما ومسؤولين التفتيش في ديك الشركه، وهو شخصيا لانه اليوم هو راه مدعو للتحقيق في اكثر من ملف قضائي. كي قلنا واحد راه ديال غادي مشى للمحاكم ديال جرائم الاموال في مراكش، وواحد كاين في الجنايات في اكادير، وربما كاين واحد اونكور راه غادي تفتح فيه التحقيق حتى هو على حساب الاضرار اللي سببها، وماشي سبها غير هذوك بس سبها عدد من الكلاء. الخطير في الامر اللي غنشير ليه في البرنامج من خلال المنبر ديالكم الكريم، الى يومنا هذا كيرفض يمثل امام قاضي التحقيق هو ومن معه في هذه الشكايه هذه في الجلسه الرابعه، وكان بان اليوم ان قاضي التحقيق مطالب انه يفعل المصادر ديالو بالاستدعاء بالقوه العموميه، لان ما يمكنش ان كيجيك كتستبلغوا باستدعاء وما كتجيوش لا نتوما لا الدفاع ديالكم، لانهم عارفين حجم الجرائم اللي ارتكبوا وما عندهمش ولا دليل سوى التزوير اللي قاموا في المقرات القضائيه. ما بغيتش نفصح اكثر على هذا على الجرائم اللي ارتكبوا لنا، هي حاليا راه محل تحقيق، ولكن كنبينوا ان اليوم التغيير خصو يقوم على جميع المستويات، واي واحد قام بشي فساد او بالاضرار حقوق الناس مستغل النفوذ ديالو فجا وقت الحساب ديالو في الدوله المغربيه. ما يمكنش هذا الشيء يستمر، خصوصا ان هذا جانب مالي اللي كيمس جانب اجتماعي كبير، لان هذه الشركه استغلت الموارد ديالها والنفوذ ديالها باش تصيفط عباد الله الحبس ظلما وعدوانا، ولا درنا تحقيق وعيطنا على الشهود اللي مارسوا مع هاد الناس، هما غيحكوا لك باكثر من هذا. وشكرا.